كارثة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن مروق الحميري، ويصل الهملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي في تضميره، وفي المركز الخامس يأتي ثابت لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان بن غويص في التضمير في هذا الانطلاق. وعلى المركز السادس، المركز السادس والانطلاقة هنا على سادس المراكز، يأتي شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرقان في تضميره، من ينطلق سادسا. وفي المركز السابع، المركز السابع مختار لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى مع سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي في تضميره. اما المركز الثامن، ثامن المراكز ياتينا هنا ايضا شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى وسلطان بن سعيد الخاطري في تضميره، من ينطلق بهذه اللحظات على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وهنا صغان يأتينا أيضا بانطلاقته على المركز العاشر في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بن عرطي الحميري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى الصدارة، وهنا المقدمة مدلل على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مدلل من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهملول من يأتي على المركز الثاني، هملول المنطلق على ثاني المراكز هنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروق الحميري المنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث نجد هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعى بن عتيج الرميثي في تضميره على المركز الرابع. وخامس المراكز ثابت ينطلق على خامس المراكز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن خلفان لغويص المنطلق على المركز الخامس. وسادس مراكزنا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن خان، ويأتي مختار لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى مع سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي المنطلق هنا سابعا. وثامن المراكز صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري، من يأتينا هنا بهذا الأداء الجميل. وتاسع المراكز، المركز التاسع، المركز التاسع وصل هنا، وصل شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي في هذا الانطلاق المميز الجميل. والمركز العاشر يأتي الرصاصي من هجن العاصفة بقيادة هنا أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي والإثارة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول، المركز الأول مدلل لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر كل السيطرة مع هجن العاصفة، وهو مسيطر على زمام الأمور بقيادة الواثق هنا بأداء هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من ينطلق بمدلل وسلالة مدلل وإنتاج مدلل
محمية مرغم على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي هملول على المركز الثاني هنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن مبروك الحميري، ونقد على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع شوفوا هالمنظر الجميل، هنا أربعة في موقع واحد يتنافسن لانتزاع المركز الرابع في هذا الانطلاق. هنا في هذه اللحظات مختار من اختار المركز الرابع بعد هذه المنافسة الرباعية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بن خلفان بشاور غفلي في تضميرة، وثابت على المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان الغويص السويدي في تضميرة خماسية جميلة. انطلقنا بعد أن غادرنا الكيلومتر الأخير والصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الأداء الجميل مع مدلل على الصدارة، مدلل على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول هو صدارة هذا الشوط مدلل. مدلل من يسيطر على زمام الأمور من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق، من يدفع عناني هنا أيضا مدلل على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا وناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وللواثق هنا حمد بن راشد بن حمد بن على هذا الأداء المميز الجميل. ما هي إلا لحظات ويصل إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس، هي لحظتي أيضا حط رحاله إلى خط النهاية مدلل بهذا الفوز. المركز الثاني وصل هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد. المركز الثالث نجد من هجن العاصفة، من أتانا على المركز الثالث. المركز الرابع ثابت لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، وشاهي مختار من أتانا على المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ونعود إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق المميز الجميل ولحظة الوصول. هنا 9:23 سبعة من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامي مدلل. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا الواثق حمد بن راهد بن حمد بن غدير المركز الثاني، كان من نصيب هملول ب9:27 وفاء وتماما هو توقيت الزمني. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد، تهانينا لي أيضا المضمر السيد محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. أما المركز الثالث فكان من نصيب نجد من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. 9:28 ثمانية من الأجزاء من الثانية هو التوقيت.